بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق وحبيب الحق وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدات والسادة المتابعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق والعمران. هذه الحلقة والحلقات التي ستليها سنخصصها للحديث عن رمضان وعلاقته بالعمران، فالمناسبة شرط كما يقولون، ونحن نعيش هذه الأجواء الروحانية والعرفانية لشهر رمضان الأبرك، ونتحقق بفعل الصوم ونتصف بصفة الصائم. لكن السؤال هنا، كيف يمكن أن نرتقي بفعل الصوم إلى مستوى العمران؟ بداية الجواب عن هذا السؤال تكون بتدبر مقاصد الصوم نفسه، ونرجع إلى القرآن الكريم ولنعد قراءة الآيات المرتبطة بالصوم في سورة البقرة. وأول ما يطالعنا في هذا الباب مقصد عظيم جدا سبق وتحدثنا عنه، وهو مقصد التقوى. أولم يقل الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولنا وقفات متعددة مع هذه الآية في الحلقات القادمة، لكن نركز اليوم على المقصد المشار إليه هنا، والتعليل واضح كما يظهر. فالمقصد الأسمى للصوم هو التقوى، الأمر الذي يجعلنا نسائل فعل الصوم في ضوء هذا المقصد، وإلى أي حد يرتقي الصوم بنا في معارج التقوى. إذ الصوم في حقيقته وجوهره فعل كشفي وارتقائي. ماذا أقصد بكشفي هنا؟ الصوم فعل كشفي لأنه يكشف حقيقة الإنسان ويختبرها عن طريق ترك ما يشتهيه. فالصوم والصبر رديفان لا يفترقان. ويرى العارفون أن الصوم يعلم الإنسان الصبر، فهو بحسب بعض الآثار نصف الصبر، والصبر نصف الإيمان كما جاء في الحديث الشريف. لذلك اعتبر الإمام الغزالي في موسوعته الأخلاقية إحياء علوم الدين بناء على ما سبق أن الصوم ربع الإيمان. أما أجر الصابرين فغير معلوم ولا محسوب، كما جاء في آية الزمر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا بخصوص أن الصوم فعل كشفي. أما كون الصوم فعل ارتقائي، فأقصد به أن الصوم في حقيقته ينبغي أن يرتقي بإنسانية الإنسان عن طريق الرقي بأخلاقه وسلوكاته، أو هكذا يفترض فيه أن يكون. أولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجار فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. بمعنى أن الإنسان إذا لم يرتقي بسلوكه وينخله من الأفعال والسلوكات المشينة، فإن صومه ناقص، لأنه لم يتحقق بمقتضياته وأبعاده الغائية والمقاصدية. وهذا يجرنا إلى الحديث عن جانب مهم مرتبط بالصوم، وهو أنه عبادة تركية أساسا. ماذا أقصد بتركية هنا؟ إن الصوم بحسب بعض اللغويين هو الكف عن الفعل والإمساك، ومنه يقال للصمت صوم لأنه إمساك عن الكلام. وهذا مدلول الصوم على لسان مريم عليه السلام: إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية، مما يعني أنها لن تكلم أحدا، وقد نظرت هذا الصيام للرحمن، أي الكف عن الكلام. لكن للأمانة هناك من يرى أن الصوم في أصله ليس إطلاقا على ترك الكلام، ولكن المراد أن الصوم كان يتبعه ترك الكلام على وجه الكمال والفضل. فالصوم باصطلاحنا إذن هو عبادة تركية، نعم، لكن على نحو آخر، فهو ترك الشهوات البيولوجية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ليس لشيء
إلا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لكن يلزم أن يكون الترك ماديا ومعنويا. ماديا بترك هذه الشهوات البيولوجية والصبر على ذلك، ومعنويا بترك السلوكات المشينة. وأحسب والله أعلم أن من تذوق معنى الترك سيفهم أن الترك هنا تدريب رمضاني للإنسان، بحيث يتدرب لمدة شهر كامل أن يتخلى عما تشتهيه نفسه من جهة، كما يتعلم أن يبحر في أحوال نفسه بعد أن يذوق طعم الجوع وطعم الصبر، ويتحقق بحالة الإبصار في النفس مصداقا لقوله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهو تدريب للإنسان أن يعرف حقيقة نفسه، وأن يترك ما يشين أخلاقه بل ما يشين إنسانيته. فنلحظ كيف أن عبادة الصوم وإن كانت عبادة فردية، إلا أن تجلياتها متعدية بالضرورة إيجابا وسلبا. ربما الجانب الإيجابي مفهوم، لكن الجانب السلبي غير مفهوم وقد يستغربه البعض. ولا ننسى هنا أن الصوم يعلمنا الصبر كما سبق وأشرت، ومن لم يكن له في الصبر نصيب عاد على مجتمعه ومن حوله بالضجر. وقد جاء في الحديث إشارة إلى هذا الأمر بالتنصيص على السب والشتم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. ولنتأمل قوله الشريف: فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم. هذا إشارة إلى أن بعض الناس قد يصير سبابا شتاما لعانا حين يصوم. للأسف هذه حقيقة وهذا واقع مشاهد، لكن الأمر أن هذا التصرف هو بعيد عن فعل الصوم، بعيد عن حقيقة الصوم. لذلك قابل النبي عليه الصلاة والسلام هذا التصرف بالاعتراف بالصوم: إني امرؤ صائم، كمقابل أخلاقي وقيمي لهذه الأفعال التي وللأسف إن رافقت فعل الصوم لكنها ليست منه يقينا. ومن ثم فالصوم إذا تم بحقه صار ارتقاء بالنفس، ارتقاء بالاجتماع، ولبن في مشروع العمران. وللحديث بقية. إلى اللقاء.